أهلا الأصدقاء كديرين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نقوم بتصحيح التمرين 23 اللي كاين في الصفحة 128 بالنسبة للكتاب ديال المفيد تلاميذ ديال تانية بكالوريا بي سي و اس في تي. اوكي، دونك الدرس هذا راه خاص بالديريفابيليتي، غادي نحاولوا نقراو ونديروا لا كوريكسيون. دونك هنا قالوا لنا سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار، عطينا اف دو اكس كتساوي 3x بلس 3 سور راسين دو 2x موان ز. الوغ اول حاجه طالبين منا هي نعرفوا شنو هو دي دو اف لونسومبل دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف، من بعد نحسبوا لا ليميت او بورن دو دي دو اف. فوالا، دونك نشوفوا التصحيح. Alors, بالنسبة للدومين دو ديفينيسيون كما كتلاحظوا شنو غادي نديرو؟ اول حاجة غادي نديرو اون ا اكس ابارتيان دي دو اف، سولا ايكيفو ادير كنكتب هنايا راه كنخصني نكتب اكس ابارتيان ار هي الاولى، اذا كنقولو اكس ابارتيان ار تيل كو. شنو غيكون هذا؟ حنا عارفين بانه اللي تيكون في المقام تيكون ديفيرون ا زيرو، وما ننساش بان هادشي اللي في المقام غيكون ديفيرون ا زيرو، وداكشي اللي من تحت الغاسين كيكون سوبيريور او ايكال ا زيرو. مزيان، اذا ديفيرون ا زيرو مع سوبيريور ايكال ا زيرو غتولي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. اي فوالا، هنايا غادي فاش غادي نخلي اكس بوحدو لهنايا غيخرج ليا بانه اكس راه سوبيريور ستريكت من 1 سور 2. اذا شنو هو لو دومين دو ديفينيسيون؟ تو سامبلومون 1 سور 2 بلس لانفيني. ثاني حاجه طلبوا منا اننا نعرفوا لا ديريفابيليتي ديال لا فونكسيون اف او بورن ديال لو دومين ديفينيسيون. شنو كنقصدوا بلو بورن؟ هادو. اذا غنحسب ليميت ديال دو اكس تون فيغ 1 سور 2، ولكن 1 سور 2 شنو؟ 1 سور 2 بلس، لانه كما كتعرفوا 1 سور 2 راه هادو كاع لي نومبر اللي كاينين هنايا راه كلهم فيغ بلس لانفيني، اذا هنايا غنكتب 1 سور 2 بلس، ومن بعد غنحسب ليميت دو اكس تون فيغ بلس لانفيني. الوغ نبداو بهذه هي الاولانيه، هنايا كما كتلاحظوا هنا واحد بلس، فوالا. دونك غادي نكتب جوستومون غادي نعوض ب 1 سور 2، اي فوالا هنا غتخرج ليا 0 بلس. علاش؟ هنا عندي الغاسين وداكشي اللي وصل الغاسين اولا الغاسين كله بيان سور غيكون بوزيتيف، داكشي علاش هادشي غيخرج ليا 0، وهنا غنكتب 0 بلس لانه عندي الغاسين. فوالا، اذا الا كانت عندي 1 سور 0 بلس الوغ شنو غتكون كتساوي؟ سي بيان سور بلس لانفيني. هنايا سي ليميت دو اكس طون فيغ نو هي هاديك نو صافي بلس لانفيني. فوالا هي هادي اكزاكتومون. نشوفو دابا ليميت الثانية، ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اف دو اكس. اذا هنا غنعوض اف دو اكس بداكشي اللي عطينا. الوغ هنا شنو كتساوي؟ غادي نحاول نفاكتوريزي الفوق باكس، لو ميم شوز هنا غنحاول نفاكتوريزي باكس، و اكس غادي تمشي مع اكس غيبقى هادشي. هنا غادي نعوض بزيرو، الوغ الا عوضت هنايا بزيرو بلس لانفيني وي بلس لانفيني، الوغ الا كانت هنايا اكس بلس لانفيني دونك هادي غتعطيني زيرو، هاي هادي عطاتني زيرو، وهادي براسها غادي تعطيني زيرو، وهادي براسها غادي تعطيني زيرو، وهنا عندي الغاسين دونك غتولي زيرو بلس، اذا هنا غتولي 3 سور زيرو بلس اللي هي بلس لانفيني. فوالا، هنا لي زامي باردون كنت قلت لكم غنشوفوا لا ديريفابيليتي، نو غنحسبوا غير ليميت دو اكس طون فيغ 1 سور 2 بلس او بلس لانفيني. فوالا حنا حسبناهم. ندوزو لا كيسيون المواليه. Alors, بالنسبة للسؤال الموالي قالوا لنا montrer que quel que soit x appartient d de f le domaine de définition لان f prim de x شنو كتساوي؟ دونك نمشيو نمونطريو. فوالا، اذا هنا سوا اكس ابارتيان لانترفال اللي عطينا ولا لو دومين دو ديفينيسيون اللي حنا استخرجناه 1 سور 2 بلس لانفيني، اي لا فونكسيون اف اي ديريفابل سور دي دو اف. هنا واحد المعلومه انه الا بغينا نحسبوا اف بريم دو اكس ضروري نبينوها بانها اي فونكسيون ديريفابل في لا فونك في دي دو اف ولا في لانترفال اللي عطينا. بور لي سيونس مات خاصهم ضروري يبينوها، اما في فيزيك تو سامبلومون غير يكتبوها هكا وصافي، يقولوا لا فونكسيون اف اي ديريفابل سور دي دو اف. هما بيان سور خصهم يكونوا عارفين بان راه ديريفابل. اذا هنا غنجيو نحسبوا اف بريم دو اكس، اذا غناخدو اف دو اكس هي هادي ونديرو بريم. الوغ حنا عارفين بانه ا سور اكس بريم هاويا اف عفوا اف دو اكس سور جي دو اكس بريم شنو هي؟ هي اف دو اكس بريم فوا جي دو اكس ناقص اف دو اكس فوا جي دو اكس بريم. هادشي اللي درت هنايا، اذا هادي بريم فوا هادي ناقص هادي فوا هادي بريم سور هادي او كاري. فوالا، اذا هنايا غادي نكملو. هنايا هادي بريم شحال كتساوي؟ الوغ تو سامبلومون هنايا عندي 3 غادي تبقى اكس بريم راه هي واحد و 3 بريم راه هي زيرو، دونك انا غتبقى عندي 3 فوا غاسين ديال 2 اكس موان 1 موان هادي غادي نكتبها
فوا هنايا غاسين او لا غاسين او لا هي هذيك غاسين اف دو اكس كل شيء بريم شحال كتساوي هي هاد الشيء هذا كنديرو بريم سور دو غاسين ديال هادشي صافي فوالا هنا غادي نخلي غاسين دو اكس موانز ان لو تو او كاري الوغ هادي شحال كتساوي اكس موانز ان دو اكس موانز ان بريم شحال غادي تعطيني هادي غتبقى منها دو و دو وهنا راه كانت عندنا دو غاسين دو دو اكس موانز ان الوغ دو غنمشي مع دو غتبقى لينا هادشي هذا فوالا اذا ان سور غاسين ديال دو اكس موانز ان هنا غنخلي هادي كما هي فوالا اذا هنا شنو غادي نديرو هنا دي غادي نوحدو المقام فوالا غادي نوحدو المقام الفوق غنرجعو المقام هو غاسين دو دو اكس موانز ان بعد ما غنوحدو المقام غنهبطو هاد المقام هذا لتحت اذا كانت هنا عندنا اوكاري غتولي على بيسونس 3 اي فوالا هادشي اللي غيكون عندنا الفوق هنا غادي نديفلوبي هنا غندخل المو وغادي نحسب وفي الاخر ها شنو غيعطيني غيعطيني هادشي من هنايا غادي نفاكتوريزي بار 3 دونك غتخرج ليا 3 فاكتور اكس موان 2 فوالا الوغ بالنسبه لا كيسيون الاخرانيه طلبوا منا اننا ندريسيو الوغ بالنسبه للسؤال الاخراني طلبوا منا ندريسيو لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف الوغ باش ندريسيو لو طابلو دو فارياسيون اول حاجه خصنا نعرفوا واش اف بريم بوزيتيف ولا نيجاتيف المهم اذا هنا الا لاحظنا اف بريم دو اكس شنو عطاتنا صافي الا خدينا اي اكس من هاد الانترفال هذا راه توجور راسين ديال 2 اكس موان 1 لو تو على بيسونس 3 غتخرج لنا بوزيتيف ديما غتكون بوزيتيف و 3 راه ديجا بوزيتيف الوغ لو سيني دو اف بريم دو اكس راه ديبون من اكس موان 2 اولا لو سين ديال اف بريم دو اكس راه هي لو سين ديال اكس موان 2 صافي دونك هنايا فاش غنجي ندريسي لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف اول حاجه خصني نعرف اف بريم دو اكس لو سين ديالها كيما قلت لكم اذا هنا غنكتب الانترفال 1 سور 2 جوسكا بلس لانفيني 1 سور 2 راه نابارتيان با لانترفال ولا ما في الانترفال هذا في اف بريم دو اكس اف بريم دو اكس ما كايناش 1 سور 2 الانترفال اللي خدامين فيه راه ما فيهش 1 سور 2 فوالا وهنايا قلنا بان لو سين ديال اف بريم دو اكس هي سولوي دو اكس موان 2 اذا اكس موان 2 امتى غتساوي 0 الا كانت اكس كتساوي 2 فوالا نكتب اكس هنا كتساوي 2 الوغ امتى اف بريم دو اكس بوزيتيف امتى نيجاتيف بوزيتيف الا كانت اكس ابارتيان 2 بلس لانفيني راه اف بريم دو اكس تكون بوزيتيف الا كانت اكس ابارتيان موان 1 سور 2 jusqu'à 2 راه غتكون نيجاتيف فوالا ولا كانت اف بريم دو اكس نيجاتيف الوغ اف دو اكس كي غتكون ديكروسانت ولا كانت بوزيتيف غتكون كروسانت ومادام هنايا تا اف دو اكس نو ديفيني با في 1 سور 2 راه ديجا شفنا لو دومين دو ديفينيسيون هو 1 سور 2 ولكن 1 راه فيرم اوفر 1 راه اوفر اذا هنايا غنشوفو غنحسبو هي نكونو ديجا حسبنا ليميت دو اكس تنفير 1 سور 2 بلس عطاتنا بلس لانفيني وديال ليميت دو اكس تنفير بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني وغنحسبو ليماج ديال 2 راه غتعطينا 3 غاسين دو 3 اي فوالا لي زامي كوم سا غادي نكون وصلت معكم لا فان دو لا فيديو جيسبر تكونوا استفدتوا نتلاقى معكم فيديو جاي بسلام عليكم